بنرحب بالفنانة الجميلة تيتيانا معانا في بوابة أخبار اليوم. ازيك يا تيتيانا؟ كويسة الحمد لله. بنبارك لك على فيلم نظرية عمتي، وعايزينك بقى تحكي لنا تجربتك مع الفيلم. أولا ميرسي، تجربتي مع الفيلم كانت جميلة جدا، وأنا مبسوطة أني شاركت بعمل زي ده، وكل القائمين على العمل كانوا هايلين، من شركة نيو سنشري لأحمد بدوي الأكرم فريد الحورية الحسن الرداد اللبلبة الحسن حسني كل الناس، إيناس كامل. دوري أنا مفروض مذيعة مشهورة بشتغل في محطة مع حسن الرداد وفي علاقة بينا وبس. طيب كلمني بقى عن كواليس العمل، ازاي بقى كانت بينك وبين حسن الرداد وحريف الغالي؟ كواليس جميلة، كان فيها محبة، كان فيها نفسيات حلوة. عايزة أقولك كل الكاست اللي كان فيشتغل في الفيلم ده عيط أما خلص التصوير. علشان خلاص مش هتكون بعد الفيلم. طب كلميني بقى، بتحضري ايه بقى الفترة الجاية؟ ان شاء الله في بشارك فيلم القشاش مع فاروق اسماعيل وحورية كمان. بس اكيد لا مش دور شعب، دور مرات بنت وزير. نتمنى لك التوفيق في الفيلم وان شاء الله يحقق اعجاب الجمهور. نشكرك جدا. ميرسي ليكي.